لآلاف السنين ملأ زئير الأسود كثيرا من المناطق المغربية. في محاضرة بالحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط تم تقديم اللقى الأثرية لأسود الأطلس التي تم اكتشافها في كثير من المواقع الأثرية المغربية، والتي جعلت من الممكن تتبع تاريخها لأكثر من مليوني سنة. هذا العمل اللي قاموا به اليوم هاد الباحثين الا وهو عمل كذلك مشترك مع مجموعه ديال المؤسسات الدوليه كيف ما قدمهم الاستاذ بوزوغار، واللي كيخلي مره اخرى هذه الاكتشافات كتزيد في حقيقه يعني تعطينا يعني تعطي الحكومه اراده باش يكون واحد الاستثمار اقوى واكثر. الا بغينا نستثمروا في المستقبل ديالنا لابد نكونوا كنعرفوا الماضي ديالنا، فلهذا نحن غاديين في هذا التوجه، واعتقد بان طريقه من الطرق باش نقويوا الابحاث هي التنسيق حتى مع القطاعات الاخرى باش يكون واحد استراتيجيه مشتركه، ويعني يعني واحد رؤيه واستراتيجيه مشتركه مع القطاعات الاخرى باش نقويوا وجود هاد الباحثين. وتوجت شهور من التنقيب بالعثور على بقايا عظمية لأسد الأطلس، والتي تعتبر نادرة جدا في المواقع الأثرية، وعندما يتم العثور عليها فإن الأمر يقتصر على أجزاء قليلة من هياكلها العظمية، وهكذا يعود تاريخ ظهور الأسود الحقيقية بالمغرب إلى ما بين 300 و400 ألف سنة، بينما تعود الحفريات التي يمكن نسبها إلى أسلافها إلى أكثر من مليوني سنة. هذه أول مرة كيتعرضوا لقى عظمية تعود لأسد الأطلس، والتاريخ ديالها يفوق مليوني سنة، حيث تم العثور عليها في العديد من المواقع، منها مثلا مواقع الدار البيضاء. ولكن أهمية هذا المعرض وهو أن هذه العظام لأسد الأطلس تثبت أن هذا الحيوان عاش في المغرب بصفة مسترسلة ومتصلة منذ ما يفوق مليوني سنة إلى حدود 1942 في على شكله البري. ويعود تاريخ آخر ظهور لأسود الأطلس في حالتها البرية إلى العام 1942 بعد استيطانه لأرض المغرب لمئات الآلاف من السنين، فيما يواصل زئيره في جنبات الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط في الحالة المحمية، حيث يتوفر المغرب اليوم على العدد الأكبر من أسود الأطلس الحية.